تحية طيبة الصديقات والأصدقاء الأعزاء. أنا اليوم من داخل مبنى سفارة جمهورية العراق. الآن كنت في اجتماع مع سعادة سفير جمهورية العراق الدكتور عبد الرحمن الحسيني، وتحدثت معه بخصوص أسئلتكم اللي سألتوني إياها وبعض الأشياء اللي ممكن أنتم تخص بعض المعاملات بالنسبة للمواطنين العراقيين. الملاحظة اللي أو السؤال اللي سألوني إياه بعض المواطنين اللي قالوا إحنا نتصل وما حد يرد علينا سواء على الإيميل أو على الأرقام الهواتف. الآن أنا تأكدت مع سعادة السفير، جرب يتصل على الهواتف للقسم القنصلي وقسم الجوازات وردوا عليه بشكل يعني عشوائي، ردوا عليه. لكن ملاحظة، وحتى الإيميلات هو عنده أكسس للإيميل، يشوف الإيميلات اللي تجي ويشوف إذا نرد على الإيميل أو ما نرد عليه، فهو أكو متابعة شخصية من السيد السفير. الملاحظة اللي أحب أوجهها للناس إنه إذا اتصلت على سفارة جمهورية العراق وما نرد عليك، اترك رسالة صوتية واترك رقم تليفونك حتى يرجعون يتصلون بيك، وحتى سعادة السفير يقدر يتابع الموضوع، لأنه بدون رقم تليفون صعب عليهم أنه يتابع. طبعا في تسهيلات حلوة مسوينها، يعني على مستوى مثلا صالة الانتظار لما تجي تنتظر في أكو هنا ضيافة، وهذا شيء جيد، يعني أنه المواطن العراقي يحس أنه لما ينتظر أكو فد ضيافة عراقية، وهاي تعطي طابع العراقي أو التتش العراقي. الآن راح أشوفكم تسهيل ثاني صار خلال هذه الأيام، اللي هو بالسابق كان اللي يجي لازم يطبع الاستمارة، إذا في خطأ في الاستمارة أو ما طابحها يروح إلى مكتب خارجي في مكان معين يروح يطبع الاستمارة هناك. الآن هذا الموضوع تغير، صار اللي جاي وما عنده استمارة ما طابحها أو فيها خطأ، صار ممكن أنه يستخدم كمبيوترات تخصصت هنا في مبنى السفارة. إذا هو يقدر يطبع صار بإمكانه أن يطبع هنا في داخل السفارة، هاي الكمبيوترات خلفي. وفي وللي يعني الناس الكبار في السن أو اللي ما يقدر يستخدم الكمبيوتر، صار في موظف من داخل السفارة ممكن يساعده في ملء الطلب. لكن يفضل أنه المواطن يتبع تعليمات ملء الطلب ويملي الطلب وفق التعليمات المذكورة بالأونلاين ويجي مكمل أمور. الملاحظة الأخرى أنه المواعيد ما صار في حاجة أنه تأخذ مواعيد، تجي ووك إن للسفارة وتكمل معاملتك. بالنسبة إلى البطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني، إن شاء الله خلال الثلاث أشهر القادمة راح تسمعون أخبار جيدة وأخبار إن شاء الله تكون بها بشرى سارة للجالية العراقية. راح تبدأ بالجواز الإلكتروني إن شاء الله، وبعدها يعني إن شاء الله شهرين إلى ثلاثة ممكن نسمع خبر حلو عن البطاقة الوطنية. راح ممكن يجي فريق بورتبل يجون يروجون معاملات البطاقة الوطنية من هنا، وترسل إلى بغداد تطبع، ومن ثم ترسل إلى هنا وتوزع على المواطنين. هذا الموضوع يجري العمل عليه الآن بين سعادة السفير وأيضا وزارة الداخلية، وهم في مراحل متقدمة. إن شاء الله لما تتأكد هذه الأخبار إن شاء الله راح نوافيكم بها إن شاء الله بشكل مباشر. تحياتي لكم، أخوكم علي خلف.